اليوم غنتكلم على واحد الظاهره مقرفه ومؤلمه في المغرب، الا وهي تسونامي ديال الطلبه والغزو ديال المتسولين في الشوارع وفي الملتقيات الطرقيه. خطير في الامر ان هذا الوضع يعني تجاوز يعني طلب معونه او صدقه او الاحسان الى درجه الاعتداء اللفظي على السائقين، تعدى الى التحرش المستفز مستعمل الطريق خاصه تجاه العنصر النسوي. اذا هنا ما بقيناش عن ظاهره ديال التسول، بناء من ظاهره ديال ازعاج الناس والاعتداء عليهم. هنا خاص الحكومه باش تدخل باش تفعل القانون. ثم هذا الانسان اللي عنده طوموبيل او هذه المراه اللي عندها طوموبيله، راه ماشي تيتجمع للحكومه او تطلب شيء منها، راه تيخلص الواجبات ديالو الضريبيه كل عام. وحنا كنعرفوا بان واحد جوج ضرائب اساسيه تيخلصوا الناس اللي عندهم السيارات، الاولى وهي لافينيات. في العام المغاربه تيخلصوا 250 مليار ديال السنتيم، منها ثلثين تتخلص في الدار البيضاء، يعني 170 مليار ديال السنتيم. الثانيه هو انه اي مواطن عنده السياره ديالو ملي كيمشي للبومه باش يدير ليسانس او المازوط، راه تيخلص واحد 40% في ليترو. اذا الا جمعنا الضريبه الاولى والضريبه الثانيه اللي هي ديال ليسانس راه تيخلصوا فيها تقريبا 1000 مليار ديال السنتيم في العام، منها 500 مليار تيخلصوها الناس اللي عندهم الطوموبيلات في المغرب في الدار البيضاء، بحكم ان المدينه ديال الدار البيضاء فيها ثلثين ديال الحاضره ديال السيارات في المغرب. اذا الا جمعنا غير البيضاوه شحال كيخلصوا في العام ما بين الاولى والثانيه، راه تيخلصوا 670 مليار ديال السنتيم في العام. علاش تيخلصوا هاد الواجبات؟ باش ان الحكومه والجماعه يصيبوا لهم القناطر، يصيبوا لهم الانفاق، يصيبوا لهم الطرقان، ولكن المغاربه غسلوا يديهم على الحكومه، غسلوا يديهم على المنتخبين، صافي ياسوا فقدوا الامال. ولكن باش توصل الامور الى الاعتداء على السائقين، باش يدوروا مع هذه الطلبه، هنا خص الانسان يدق ناقوس الخطر باش تفيق الحكومه وتفيق الجماعات ويفيقوا الاداره الترابيه من القلبه ومن النعاس اللي هما فيه، باش يامنوا الحقوق ديال هاد مستعملي الطريق. صحيح كاين القانون الجنائي الذي افرد مجموعه من النصوص لمعاقبه الناس الذين يتصنعون التسول واتخذوا منه حرفه، خصوصا حنا كنعرفوا بان راه واحد 70 الى 80% منهم حريفيه، ماشي الناس معدومين او ناس فعلا فقراء، لا الناس خذوها حرفه. ولكن حنا نتجاوز بان راه ما عندناش قانون جنائي، ياك، ونتجاوز بان البروفيل ديال الطلاب راه فعلا الناس معدوم. اذا خدنا الاحصائيات الرسميه شنو تلقاو؟ تلقاو بان الضريبه فيها 350 ديال الفروجات، زدنا عليهم دوك المظاهرات المهمه، وزدنا عليهم دوك الفروجات المهمله، غنطيحوا في واحد 400 ديال الفروج في الدار البيضاء. صحيح العدد ديال المتسولين في شاك فروج تختلف، الا خدينا الفروج العزبان العدد اللي ديال الطلبه اللي فيه ماشي هما اللي كاينين في الفروج ديال ايميل زولا، ولا خدينا الفروج ديال ادريس الحالتي راه ماشي العدد اللي فيه يتناسب مع العدد اللي كاين في الفروج ديال طريق ولاد زيان، ولا خدينا الطلبه اللي كاينين في طريق الازمور راه ماشي هو العدد ديالهم اللي كاين في شارع سطوندال، وهكذا دواليك. ولكن حنا غنديروا واحد لا مويان جينيرال ديال 10 ديال الطلبه في كل الفروج، يعني المجموع العام هو 4000 ديال الطلبه. بما ان الدوله ما بغاش تطبق القانون الجنائي، بما ان الدوله ما بغاش تصيب قناطر لا انفاق لا باركينات الى اخره، واذا هذيك الضريبه اللي كيخلصوا الناس نديروا واحد الاقتراح، نجمعوا هاد الطلبه نعطيهم حنا واحد البريم ولا واحد السالير. يعني لو سميك في المغرب هو 2500 درهم تقريبا، حنا غاسيدي زياده في الاكرام غنعطيهم 3000 درهم، اذا 3000 درهم اللي ضربناها في هذوك العدد ديال 4000 غادي نطيحوا في واحد 144 مليون ديال الدرهم في العام، اي ما يمثل 2.1% من المبلغ الاجمالي اللي كيخلصوا الناس في الضرائب. صحيح هذا الاقتراح حنا ماشي باش نفرضوه كالزام، والا غيولي ريع، الناس غيسمعوا بان راه كاين 3000 درهم وغيتموا جاي للفروجات، كلشي اللي عنده شي ختو جده عمته ربيبته امه يتم جاي للفروج يطلب. لا حنا هذا غير باش نسكويو الحكومه، نسكويو المنتخبين، نفيقوا المسؤولين من القلبه ديالهم ومن النعاس ديالهم، وينتابوا لهذه الظاهره المقرفه، وينقيوا الشوارع ديالهم من هذه الظاهره التي اصبحت تثير الاشمئزاز وتسوه المدن المغربيه وتشوه السمعه ديالنا.